هكذا السياسيين شو نجموا يعملوا في النقاد عنه؟ السياسيين كأحزاب سياسية ما عندها حتى شي دعم غير النضال وغير التحركات والأنشطة السياسية، لكن الوضع نتاعنا تحكم قوة السلاح، يعني ناس خونة عملاء مدعومين يعني بقوة السلاح وبناس خونة داخل المؤسسات الأمنية هما متحكمين في البلاد، هما يغيروا في القانون، هما قيس سعيد اليوم حس بالخطر الفعلي رغم عنه من احتياطات باش يبقى في الكرسي، إلا أنه يعرف الضغوطات قاعدة تتسلط عليه اليوم هي مؤشرات أنها مؤشرات على نهاية. وأنا أبشركم قيس سعيد باش ينتهي حبة من حبة وكره من كره، لأنه هو ما عاش عنده لا أنصار في الداخل ولا أنصار في البرة، ولأن كل لاعب القدرة نتاعه على القانون والالتفاف على الدستور وكل ما عمله من احتياطات كلها تكشفت، ما عاش عنده ما يخبي وما عاش عنده وين يهرب، ولكن ما يخرج من باب الكبير باش يخرج من باب الصغير، يعني بالغرب شاهد كل مرض نتاعه، المرض نتاعه الأنانية المفرطة نتاعو راهي باش تهبلو كيما هبلو ويسحب في الفيديوهات كيما هبلو يسكر في الفيسبوك على المواطنين باش يهبلو ويخرجوا من الحلة حتى يدور على روحه كما يقاش على شكون يدور. كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، هذا قيس سعيد، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله وباش ياكل روحه بروحه. والسلام ورحمة الله.